السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثنا اليوم عن واقع الخادمات في البيوت. هناك فئة من النساء ربما فاتهن قطار التعلم، لم يحظين بحقهن الطبيعي في التمدرس، ومع مرور الأيام ربما فاتهن حتى قطار الزواج والحياة المستقرة، وواجهن عالم الفقر، وجدن أنفسهن في حافة الفقر، ظروف اجتماعية عصيبة دفعتهن للعمل في البيوت، يعملن في الغسيل وفي التنظيف وفي الطبخ، وربما أيضا موازاة مع ذلك يقمن برعاية الأطفال ويكلفن بالتبضع من الأسواق وغير ذلك من الأشغال اليومية. خادمات بيوت يعملن ساعات طويلة لا تكاد تنتهي. منهن من يشتغل بالليل والنهار، ومنهن من يشتغل في كل الأوقات، بل منهن من يشتغل طيلة أيام الأسبوع، وربما قد يكن الأقل تعويضا في حقوقهن. سمعنا الكثير من القصص عن خادمات البيوت، ويمكن أن نجملها في ثلاث مواقف. هناك خادمات يعبرن عن سعادتهن لأن الله تعالى وفقهن ودخلن بيوت كريمة، أسر مغربية عندها نضج فكري، عندها وعي أخلاقي، وعندها حس اجتماعي في التعامل مع الخادمة. عدد كبير من الخادمات يقول لك كنحمد ربي وكنشكرو أن ربي عز وجل وضعني وسط واحد العائلة فيهم الاحترام وفيهم التقدير. جيت صغيرة عندهم لا أفقه أي شيء في الدنيا، والدي غير ولدوني، ودرت 17 سنوات أو أكثر من ذلك ودفعوني للعمل، ولكن هاد الناس اللي استقبلوني عاملوني كواحدة من أفراد الأسرة. الكثير منهن كيحكيوا بأنهم جو العمل لا يفقهن أي شيء في شؤون البيت، وتعلموا الطبخ وتعلموا الغسيل وتعلموا إدارة شؤون البيت، وعاشوا حياة مستقرة، كانت ربة البيت بمثابة الأم، وكان رب البيت بمثابة الأب. وبقوا هذه الخادمات يتدرجن في مواقع المسؤولية داخل هذه الأسر، وحتى إذا خرجوا هذه الأسر إلى الاستمتاع أخرجوهم معهم إذا ذهبوا إلى النزهة. حتى في الصيف بعض الخادمات تقول لك أنا ما بغيت تمشي عند والدي، نبقى معكم، ويأخذونها في النزهة ويأخذونها في السفر، وتشعر بأنها واحدة من أفراد الأسرة. والكثير منهن لما بلغنا السن ديال الزواج وجاء الخاطب يطلب أيديهن، شكون اللي زوجهم هاد الأسرة اللي هي مشغلة؟ عدد كبير من الخادمات يقول لك الحمد لله والشكر لله، طحت في أسرة مباركة مسعودة، داروا لي العرس، داروا لي الزفاف، حتى وصلوني عند الزوج ديالي وداروا لي نفقة كل ما أحتاج إليه. فهذا الصنف الأول من الخادمات كنسميهم الخادمات المحظوظات. الصنف الثاني من الخادمات هم اللي طاحوا في بعض العائلات ما عندهمش بعض الامتيازات، كيتعامل معهم ديمقراطي، يعني كتخدم كتخلص.
الابتسامه قليله، الاوامر ما كاينينش، ولكن الزياده في الاهتمام حتى هي ما كايناش. كتخدم وكتلبي الاوامر وكتاخذ الاجره ديالها في اخر الشهر. وهاد العائلات عندهم واحد النظام، يعني نظام كانه عسكري، انه الخادمه كتبقى خادمه، ما كيدخلوش معهم في الحياه الاسريه. وحتى انهم اذا خرجوا للتنزه او للتبضع تخرج معهم فقط لتحمل المسؤوليه، اما باش تفرح لا. وهؤلاء كيعطوه الاجره ديالها، ولكن عندهم واحد المبدا، كل ست شهور خصهم يبدلوا خادمه، لانهم كيقولوا بانه من الخطر نخليو خادمات في البيوت ويعرفوا الاسرار ديال الاسره، ومن بعد ربما يدخلوا في قيل وقال. هذا الصنف الثاني من اصناف الخادمات. الصنف الثالث هما اللي ما عندهم زهر، وما اكثرهم. هؤلاء سمعناهم في عدة مناسبات يقدمن شهادات عن سوء المعاملة، طاحوا في أسر للأسف كينقصهم القيم الإنسانية، كتنقصهم الرحمة، فكانوا يعملن بالليل والنهار في كل شؤون البيت. يعني كتبدأ في الصباح الباكر في الغسيل والتنظيف، ثم بعد ذلك الطبيخ، ثم بعد ذلك رعاية الأطفال، ثم القيام بالتبضع، ثم عليها أن تفعل كل شيء. بل منهن من حكت أنها كانت تتعرض للاغتصاب أو للتحرش من طرف رب المنزل أو من أبناء رب المنزل. ومنهن من كانت تتعرض للشتم وللسب وأنواع من التعذيب النفسي، بل منهن من تعرضن للضرب والكي. فكل وحدة وزهرها. كاينة اللي هي محظوظة ومرضية، ربي وضعها في عائلة كريمة، عائلة طيبة، عائلة فيها الرحمة. وكاين اللي زهرها على قد الحال، طاحت في عائلة كيعطوها الحد في القد. وكاين اللي ما عندها زهر، طاحت في عائلة عذبتها وأشعرتها بنوع من عدم الإنسانية. في المحاكم كنلقاو مجموعة قضايا خاصة بالمشغلين والمشغلات. فهناك محاكم قضت بأحكام زجرية في حق مشغلات، لأنهن ثبت تعذيبهن للخادمات وسوء المعاملة وكذا وكذا. بالمقابل أيضا هناك محاكم قضت في حق الخادمات، إما بتهمة السرقة أو النصب. قد تكون خادمة في البيت، قد تسرق، قد تنصب، قد تفعل أفعال تضر بسمعة الأسرة المشغلة، داروا فيها النية وهي للأسف عكس ذلك. الناس أشكال وألوان مختلفات، كل واحد حسب واقعه. لكن أشد ما يؤثر في القلوب هو شؤون الخادمات القاصرات، فتيات صغيرات حرمنا من حنان الأسرة ومن رعاية المدرسة. فتيات يعيشن الفقر الشديد، دفع آباءهن إلى أن يأخذنهن إلى أسر ثرية، أو على الأقل لدى أسر ميسورة الحال، من أجل تحصيل أجور زهيدة نهاية كل شهر. وهذه الفتيات القاصرات هم اللي كيشعروا بالألم الفظيع، لأنهم ما عندهم قدرة على الدفاع عن أنفسهن. إلى سؤولنا الخادمات كيقول لك احنا كنا نتطلع إلى العمل في ظروف أفضل. هاد الشكايات الكثيرة خلت المجتمع المدني منذ مدة فترة زمنية يتحرك، والحمد لله لقينا في بلادنا قانون ينظم العمل المنزلي، هدفه حماية المشغلات والعاملات من الاستغلال وسوء المعاملة. ومن بين هذه القوانين المعمول بها، يعني أن الحد الأدنى لسن التشغيل للعاملات أو العمال المنزليين لا بد أن يكون في سن 18 سنة. وهذا القانون نص على أنه يمنع تسخير المعاملة أو المعاملة السيئة داخل المنزل وأداء الشغل قهرا أو جبرا. هذا أمر ممنوع، لأنه لا بد أن يكون بالاختيار، ليس بالقهر ولا بالجبر. ثم هذا الإنسان اللي خدمات أو الإنسان اللي خدم داخل البيت لابد أن يتلقى أجرته،
وأن يتلقى راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة متصلة، يعني كل أسبوع كيخدم لابد واحد نهار إما السبت أو الأحد أو وسط الأسبوع يكون له راحة يستقل فيها، يمشي للحمام، يمشي عند العائلة، يمشي يتسارى، بغى ينعس مع راسه، يعني لا للعمل على طول الأسبوع على الأقل 24 ساعة ديال الراحة متصلة. ثم عليه أن يستفيد من عطلة سنوية، كل سنة خصو عطلة سنوية 20-30 يوم وتكون مدفوعة الأجر حتى ولو اشتغل أقل مدة 6 أشهر متصلة. إذا اشتغلها في خدمة المشغل عليه أن يحظى بقانون عطلة سنوية مدفوعة الأجر. وكذلك إذا قدر الله تعالى وتم فصله من غير سبب لابد أنه يتلقى تعويضا، تلقى تعويض خصوصا إلى استغل مدة سنة متصلة لابد أن يتلقى تعويض، لأن البعض كيسالي العمل في 6 شهور أو 8 شهور كيقول ليه اسمح لنا الله يعاونك غنجيب واحد آخر جديد. فالقانون نص على أنه إذا قضى ما لا يقل عن سنة متواصلة في الشغل له تعويض في حالة فصله. ثم القانون نص على أن إذا قدر الله تعالى وقعت انتهاكات في حقوق هؤلاء الخادمات والخادمين فهناك أعوان مكلفون بتفتيش الشغل يتلقون الشكايات ومن ثم يتوجهون بها ضد المشغل ومن ثم يقع التقاضي ويقع إعطاء الحقوق لأصحابها. هذا واقع خاص بهؤلاء الخادمات، وهم كما تعلمون يعني منا وإلينا، يعني كل واحد ممكن يقدر الزمان يلعب به ويتحول هو بنفسه أو ولده أو بنته إلى خادم في البيوت. بغينا نتكلموا أيها الأحباب الكرام عن الواقع ديال الخادمات في البيوت وكذلك أيضا الخدم رجال، كيف يمكن أننا نجعل العلاقة ما بين الخادمات والمشغلين علاقة مودة، علاقة رحمة، علاقة تعاون، وعلاقة تآزر، وعلاقة تضامن، ما تكونش علاقة عدوانية. كيف يمكن أن الخادمة تمشي لخدمتها وهي فرحانة وهي سعيدة بهذا العمل، ونهار ربي عز وجل كي يقسم عمل في جهة أخرى كيتفرقوا حباب وكيبقوا حباب بلا ما يمشوا للمحاكم، بلا ما يدخل مفتش الشغل وتبقى العلاقة ودية. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.